أنا عايزة أحكي حاجة. اتفضلي يا أستاذة. بابا منفصل عن ماما بقاله 5 سنين. طيب. لا 6. بابا منفصل عن ماما بقاله 5 سنين وبعدين؟ وهو يعني بنفضل نرن عليه مش بيرد علينا وبيعمل لنا حظر. طيب. وعلى طول يقفل تليفونه لما نعرف ان احنا لما بيعرف ان احنا اللي بنرن. طيب. دلوقتي احنا نكلمه تاني ولا لا؟ او هو هل هيتحاسب علينا ولا مش هيتحاسب؟ ماشي يا سما. اولا احنا كلنا يا سما عايز اقول لك حاجه، كلنا كل الموجودين في الاستوديو وكل الموجودين بيحبوكي وبيقدروكي جدا جدا جدا، واحنا لولا الهوا كنا سقفنا لك كلنا. سقفنا لك كلنا ليه؟ لان في الحقيقه انت عملتي حاجه مهمه قوي، ان انت حبيتي تتعلمي، ودي حاجه مهمه جدا، وتعلمتي في ظرف حرج جدا، ظرف بابا اللي هو المفروض يكون قريب بيعمل حاجة أنت مش قادرة تفهميها. أنا أفهمك حاجة، ممكن ماما لو هي قاعدة جنبك أو الناس يقولوا إحنا مش قادرين نفهمها. بصي، بابا بيعمل حاجة غلط وربنا ما بيرضاش عنها، وربنا مش راضي عن هذا التصرف.